إذا ما تحدثنا أو كثير دائما يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية من وجهة نظر أمريكا، أمريكا هل تستفيد أو لا تستفيد من وجود نووي في هذه الحرب؟ يا سيدي، بالنسبة للنووي يعني لا أحد يستفيد من استخدام النووي، هذا بالتأكيد. ولكن أمريكا في إطار إضعاف أوروبا من أجل إظهار أنها تحتاج لأمريكا دائما، ألا تؤيد وجود ضربات نووية؟ تؤيد وجود تهديد، أما لا تؤيد وجود ضربة حقيقية. اليوم الدول تختلف فيما بينها على إنشاء معمل في منطقة معينة، معمل عادي كلاسيكي يعني، لأنه الجو تلوث وثقب الأوزون يهدد، ويعني كثير من الحالات البيئية الآن تهدد الكوكب، فما بالك لو حصل تفجير لا سمح الله، وأقول لا سمح الله بغض النظر من المتضرر، لأن العالم كله سوف يتضرر. أمريكا مع وجود تهديد نووي يعني ضب أوروبا إليها والاحتماء بها أكثر والاتصاق بها، لكنها ليست مع الضربات النووية. يعني هناك بروباغندا نووية ولكن لن يكون هناك ضربات نووية. تماما، هذا هو الكلام الصح بنسبة 100%. تهديدات ويعني إظهار إعلامي كبير جدا لهذا الخطر، لكن هذا الخطر لن يحصل. وأي عاقل متابع عسكري لمثل هذه النشاطات لا يمكن أن يضع بحسبانه أن تفجيرا حقيقيا سيحصل. طيب برأيك إلى أين تتجه هذه الحرب؟ كيف ستنتهي؟ يعني الكثير مل، حتى الجنود الذين يحاربون على الجبهات ملوا من هذه الحرب، أمريكا حتى ملت من هذه الحرب. برأيك كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب؟ أمريكا بالذات هي، وقلناها على شاشتكم الكريمة يعني كذا مرة، أنا قلت أن الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا، الحرب بين روسيا وأمريكا بأيادي أوكرانية. أمريكا تعلمت من درس العراق درسا كبيرا جدا، وسيكون درسا تاريخيا. رأت جنودها كيف يبكون دما في الفلوجة أثناء المقاومة العراقية في بداية دخول الأمريكان، رأت في أم قصر البلدة الصغيرة كيف وقفت بوجه الأمريكان 23 يوم لا استطاعوا اجتيازها والدخول فيها. لذلك غيرت قواعد الاشتباك لديها، ولاحظ أنها بعد حرب العراق إلى اليوم، يعني من 2003 إلى اليوم 20 عام ما دخلت أمريكا بحرب مباشرة مع أي جهة، بل انسحبت من أفغانستان، بل انسحبت تماما يعني حتى من أفغانستان انسحبت، وتترك عدوها يعني تستنفذه أولا بأول وبراحتها تماما، وهذا ما فعلته مع روسيا في أوكرانيا. طيب